عاد المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى موسكو من مدينة كيروف التي أفرجت محكمتها أمس عنه مؤقتا بعد حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم فساد واختلاس فيما يعرف بقضية كيروفليس. نافالني أكد أمام مئات من مناصريه تجمهروا في محطة القطارات لاستقباله عزمه الاستمرار في الترشح لمنصب عمدة موسكو. أمامنا حملة انتخابية كبيرة تستمر 7 أسابيع، سنخوض الانتخابات وننتصر. هذه فقط البداية، نحن قوة كبيرة وجبارة، وأنا سعيد جدا لأننا بدأنا نستشعر هذه القوة، مرددا شعار نحن هنا قوة. وأفرجت محكمة مدينة كيروف أمس عن المعارض نافالني وشريكه بناء على تعهد خطي بعدم مغادرة البلاد. وكان عدة آلاف من أنصار المعارضة الروسية خرجوا بعيد صدور قرار إدانة نافالني إلى الشوارع وسط العاصمة موسكو.